السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. استئناف الدراسة في جامعة صنعاء، والاتحاد يأسف لتجاهل مطالب الطلاب. مسلحون يقتحمون مكتب التربية في التعزية وينهبون محتوياته. مستهل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. أقر مجلس جامعة صنعاء اليوم استئناف الدراسة في جميع كليات الجامعة ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن علق مجلس الجامعة الدراسة في 30 سبتمبر الماضي بعد تظاهرات طلابية رفضت قرار الفصل الذي طال العديد من الطلاب ورفع رسوم الموازي والتدهور الإداري والأكاديمي والعبث المالي بالجامعة. هذا ورحب اتحاد الطلاب بقرار استئناف الدراسة مبديا أسفه لتجاهل مجلس الجامعة للمطالب الطلابية المتمثلة في خفض رسوم النظام الموازي وإيقاف انتهاك الحقوق والحريات الطلابية وإنقاذ العملية التعليمية من التدهور الإداري والأكاديمي والعبث المالي، وكذا رفضهم للفصل التعسفي للعديد من الطلاب، كما هدد الطلاب الموقوفون عن الدراسة بالتصعيد حتى تحقيق كافة مطالبهم. عبرت نقابة المحامين اليمنيين اليوم في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء، عبرت عن أسفها لما سمته رفض نادي القضاة تمثيل المحامين بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية، واعتبرت هذا الرفض من قبل نادي القضاة مساسا باستقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن ما يقوم به نادي القضاة من تحريض مستمر لتعطيل مؤسسات القضاء أمر يستوجب الوقوف عنده. وأكدت نقابة المحامين وقوفها ودعمها لمخرجات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، مجددة تمسكها بمطلب استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير والمبادئ المتعارف عليها وطنيا ودوليا، وبما لا يخل بمبدأ المساءلة والرقابة. بسبب التداعيات التي تزعمها نادي القضاة بشأن مخرجات الحوار الوطني، وبالأخص قرارات فريق بناء الدولة بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والأكاديميين، وهذا أمر طبيعي، وقد سبق تعيين محامين في القضاء سواء في مجلس القضاء أو في المحكمة العليا. النادي يرفض بذريعة المساس باستقلال القضاء، وهذا كلام غير صحيح، كلام يفتقد إلى الرداء الشرعي والمنطق والقانون. الآن 3 أشهر القضاء مضرب، لا يحق للقاضي أن يضرب وفقا للقانون، لأن القضاء هو ارتكاز البلد، فإذا تم إضراب القضاء فهناك بتشل حركة البلد، بتنتشر الجريمة، بتنتشر القتل، إضراب عن العمل. ليش؟ لأنه الآن خرجت مخرجات مؤتمر الحوار بأن يكون نسبة 15% للمحامين و15% للأكاديمي، نفس ما معمول في جميع الدول، في جميع دول العالم المحامين هو القضاء، يسمى القضاء الواقف وهو عون للقضاء. اغتيل اليوم العقيد عبد الرحمن الشامي من الجهاز المركزي للامن السياسي في العاصمة صنعاء على ايدي مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، وقد اطلق المسلحون الذين لم تعرف هويتهم النار على الشامي اثناء مروره جوار منزله بشارع تونس بصنعاء ليفارق الحياة على الفور. نجا الناطق باسم أهالي دماج سرور الوادعي في محافظة صعدة اليوم نجا من محاولة اغتيال بواسطة قناص للحوثيين، وفي تصريح لسهيل قال الشيخ سرور الوادعي أن محاولة الاغتيال وقعت أثناء خروجه من منزله من جهة الأحراش للقاء لجنة الوساطة، حيث أطلق أحد قناص الحوثي النار عليه في حوالي الساعة 9:30 صباح اليوم، وقد نجا من الاغتيال عجوبة. هذا وقد وصلت اليوم إلى دماجة اللجنة الرئاسية وفيها الشيخ علوي الباشا والشيخ عبد الله بدر الدين والشيخ يحيى أبو أصبع ومعهم بعض القيادات العسكرية.
ما زلنا أيضا في صادة، حيث أدان اتحاد شباب الثورة بالمحافظة ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي المسلحة من خطف وتهديد ومطاردة للعديد من أفراد الاتحاد ومحاصرتهم في منازلهم ومناطقهم المختلفة. كما أدان الاتحاد قيام الحوثيين بقطع طرقات وإغلاق المحال التجارية بالقوة بمناسبة فعاليات ما يسمى بالغدير. واستغرب اتحاد شباب الثورة من خطابات عبد الملك الحوثي التي تدعي أن ميليشياته هم الثوار وصانعو التغيير ورواد الدولة المدنية الحديثة، متسائلا كيف يكون الحوثيون صناع ثورة وهم من يقتلون المواطنين العزل بدم بارد ويعتقلون الأبرياء لمجرد مخالفتهم بالفكر والرأي. اتحاد شباب الثورة بصادة دعا قوى الثورة ومؤسساتها الدستورية والمنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام الداخلية والخارجية إلى الخروج عن دائرة الصمت ونقل ما يجري لأبناء صادة ومنطقة دماج على وجه الخصوص من انتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي. وحمل اتحاد شباب الثورة بصادة زعيم تلك الميليشيات عبد الملك الحوثي مسؤولية كل تلك الانتهاكات التي تطال أفراد الاتحاد بالمحافظة، وأنه لن يفلت من المساءلة القانونية لينال كل فرد جزاءه العادل. تواصلا للانفلات الأمنية التي تعيشه محافظة تعز منذ قرابة العامين، أقدم مسلحون على اقتحام مكتب التربية بمديرية التعزية ونهب محتوياته. نتابع المزيد. مكتب التربية والتعليم بمديرية التعزية اعتدي عليه يوم أمس من قبل عصابة مسلحة عاتت فيه فسادا. مجموعة مسلحة مكونة من أكثر من 20 فرد بقيادة فهد علي قاسم، وتم الاعتداء على الموظفين على الموظفات وأخذ أجهزة الكمبيوترات والطابعة وتقطيع الأوراق، كما تم التصوير. حطم كل شيء بالمكتب ونهبت أجهزة الكمبيوتر وكسرت المكاتب وأتلفت السجلات. اعتداء آثم على إدارة التربية والتعليم بالمديرية وأخذ الأجهزة، ونحن واقفين حتى نحصل على حقوقنا، ويعني رد اعتبار للتربية كامل. أضرب الموظفون عن العمل ووقفوا محتجين أمام المكتب عسى أن يسمع صوتهم. هذه أساليب دخيلة على محافظة تعز وأبناء محافظة تعز المدينة الثقافية السلمية، ونحن ندين ونستنكر مثل هذه الأعمال، ونوجه نداءنا للأخ محافظ المحافظة، وذلك من أجل إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة لينالوا جزاءهم الرادع. الاعتداءات تتكرر بسبب عدم الردع للمعتدين بأكثر من جهة ومكتب، فهل سيسمع صوت موظفي التربية بمديرية التعزية أم لا حياة لمن تنادي؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أما في مدينة البيضاء فقد شهدت مسيرة العشرات من أبناء البيضاء وتعز جابت شوارع المدينة وطلبت الأجهزة الأمنية بضبط قتلة الشاب شاهر صالح حمود الذي قتل قبل يومين في الشارع العام بمدينة البيضاء برصاص مجهولين. ونفذ المحتجون وقفة احتجاج أمام المجمع الحكومي بالمحافظة مطالبين المحافظ واللجنة الأمنية بتحمل المسؤولية وتوجيه الأجهزة المختصة بتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة. وكان الشاب شاهر حمود من أبناء تعز ويعمل في بوفيه، قد عثر عليه مساء الأحد الماضي مقتولا في أحد الشوارع الفرعية بمدينة البيضاء برصاصتين في الرأس في ظروف غامضة. وقد استنكرت الأوساط الشعبية والسياسية بالبيضاء الجريمة البشعة التي ارتكبت بحقه. سرعة إجراء التحقيقات وتسليم القتلة الى وتحويل القضيه الى القضاء. نحن نقول للمحافظ ما مش امن ولا استقرار داخل المحافظه، نطلب من الدوله في الامن والاستقرار لابناء اليمن جميعا بدون عنصريه. انسان شغال في بوفيا ملقط اقلاص يقتل في مسدس روسي في طلقتين ورا الراس بدون اي سبب. انسان يقول واحد بالامس سياسي، واحد يقول قتل ضد القاعده، واحد يقول مشتبه انما القاعده، وهو انسان بريء.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت صورا لجثث متعفنة، قالوا انها تعود لجثث في ثلاجة مستشفى يريم العام. الصورة التي تداولها الناشطون تظهر احدى الجثث في ثلاجة المستشفى في يريم، وقد تغير لونها والدود منتشر حولها. وذكرت مصادر طبية لمراسل قناة سهيل ان ثلاجة المستشفى توقفت عن العمل قبل حوالي 3 أشهر، ثم عودت العمل، ثم توقفت في الآونة الأخيرة نتيجة لتوقف المحول الكهربائي الخاص بالمستشفى. وقال الأطباء إن حالة ثلاجة المستشفى يعبر عن التدهور الحاد الذي يعيشه المستشفى وتدهور الخدمات فيه نتيجة الفساد والإهمال وغياب الرقابة من مكتب الصحة والوزارة. نظمت صباح اليوم منظمة صناع الحياة في محافظة لحج دورة تدريبية في مناصرة القضايا المجتمعية. الدورة استهدفت 40 شابا وشابة من أبناء المحافظة، وأقيمت بالتعاون مع منظمة ميرسي كور، ويتم فيها تدريب المشاركين على العديد من المهارات المختلفة ومناقشتها، والتي تهدف إلى مناصرة العديد من القضايا المجتمعية في محافظة لحج. أما في الجوف فقد قام الأستاذ محمد سالم بن عبود الشريف محافظ المحافظة بزيارة الأمن العام، وشكر المحافظ جهود رجال الأمن في سبيل حماية المحافظة وأمن واستقرار حياة أبنائها، مؤكدا أن استمرار الجهود الأمنية سيرفع من مستوى التنمية في المحافظة. كما قام محافظ الجوف محمد بن سالم بن عبود الشريف بزيارة تفقدية لمحطة الكهرباء المركزية بمديرية الحزم، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في المحطة متمنيا أن تحمل الأيام القادمة الخير والنور لكل مديريات المحافظة. ختام هذه النشرة عضو فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. استئناف الدراسة في جامعة صنعاء، والاتحاد يأسف لتجاهل مطالب الطلاب. مسلحون يقتحمون مكتب التربية في التعزية وينهبون محتويات. للمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية، زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net. كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.